إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الحق جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتقون. قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج. ويقول جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها المسلمون، لا شك أننا نمر في هذه الأيام بأيام عصيبة وظروف صعبة شديدة تستلزم منا أن يعرف كل منا مسؤوليته أمام الله عز وجل. إن الله عز وجل خلق الخلق جميعا وفضل بعضهم على بعض، فخلق الرسل وفضل بعض الرسل على بعض، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفضل الله عز وجل بعض الأيام على بعض، كما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الشهور على بعض، كما فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل بعض الناس على بعض، أي بعض الأمم على بعض. ففضل الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. والسؤال: لماذا فضل الله أمة النبي على سائر الأمم؟ لماذا؟ لماذا فضلنا الله على كل الأمم؟ لماذا؟ لأننا نتكلم بالعربية فقط، لغة أهل الجنة، أم أننا نتكلم بلسان القرآن؟ لماذا فضل الله العرب؟ إن تفضيل الله عز وجل للعرب مفاده أنه جل وعلا حمل العرب بمسؤولية عظيمة حملها لأمة اليهود من قبل، وهي أمة بني إسرائيل، لكنهم تخاذلوا عنها وتركوها وما اهتموا بها تمام الاهتمام، كما جاء في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فالله عز وجل فضل بني إسرائيل على العالمين قديما. لماذا؟ لسبب واحد، وهو أنهم كانوا يعملون في الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثم لما لم يتحملوا هذا الأمر لعنهم الله عز وجل، فقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إنهم وقعوا في جنس ما يقولون، ولذلك لعنهم الله عز وجل. لعنهم بعد ماذا؟ بعدما آتاهم كثيرا من الفضل. قال جل وعلا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. كل هذا لبني إسرائيل، أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، فما اختلفوا، فضلوا محافظين على عدم الاختلاف لغاية لما جت لهم البينات وجاءهم العلم، بدأوا يتكلموا بقى: لا، نحن أهل العلم، أهل الحضارة، أهل التقدم، أهل وأهل 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 وكلام كتير. وبعدين اتجهوا إلى الدنيا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسب بعضهم بعض، فلما فعلوا ذلك لعنهم الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. انظروا إلى الأمة، هكذا كان حال بني إسرائيل، تسابوا فسقطوا من عين الله، تركوا الأمر بالمعروف فلعنهم الله، عظموا أمر الدنيا فذهبت هيبتهم. هكذا هذه الأمة، هذه الأمة إن لم تحافظ على هذه المسؤولية، والمسؤولية قائمة في إقامة الدين، إن لم تحافظ هذه الأمة على إقامة الدين نزعت منها هيبة الإسلام ونزعت منها بركة الوحي وسقطت من عين الله. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى ربنا شرع لكم، لأمة النبي شرع لكم إيه؟ من الدين ما وصى به نوحا، مش قوم نوح، لا، نوح، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ايه هو اللي وصيه؟ ايه الموصى به؟ ايه؟ ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله عز وجل رفع قدر هذه الأمة بسبب الحفاظ على الدين ومسؤولية الدين، بسبب إقامة الدين في حياتهم. نصر الله عز وجل الصحابة في أول الأمر، لماذا؟ لأنهم كانوا يقيمون الدين في حياتهم. نصر الله عز وجل رسوله، لماذا؟ لأنه أقام الدين في حياة أصحابه وفي قلوب أصحابه، ولذلك نصره الله ونصر الله أصحابه، لأنهم أقاموا الدين في حياتهم، في بيوتهم، في طرقاتهم، في سفرياتهم، في كل كلامهم مع نسائهم، مع ابنائهم، مع بناتهم، مع جيرانهم، أقاموا الدين. فلما أقاموا الدين نصرهم الله عز وجل. إذن إيه المطلوب منك؟ إنك تقيم الدين. تقيم الدين إزاي؟ في نفسك، فتتبع ما شرع الله أمر. تقيم الدين في بيتك،
تعمل ايه؟ تنصح زوجتك وابنائك وبناتك وتحدثهم عن هذا الدين وتطالبهم بتطبيق ما جاء فيه من تعاليم، تقيم الدين بين جيرانك فتكن أنت المثل الأعلى لهم، تقيم الدين بين غير المسلمين فتكون أنت أكثر علما وحلما وفقها وفهما، فإنك إذا فعلت ذلك كنت مسلما حقا مؤمنا حقا. لما قال النبي في الحديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، اللي مش محافظ على العلاقة اللي بينه وبين جاره، اللي مش ظابط المسائل بينه وبين جاره. لما النبي قال الحديث ده كان محتاج منك تفكر، من لا يأمن جاره بوائقه، يبقى ده ما عندوش كمال الإيمان. يا ايه ده؟ ايه ده؟ لا يؤمن، لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، ليه الموقف ده؟ قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. مع المشركين لما يجوروك ويسكنوا جنبك اعمل معهم كده، اعمل معهم كده، إن استجارك أحد من المشركين فأجره، لغاية امتى؟ لغاية ما يسمع كلام الله، أول ما يسمع كلام الله أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. خد بالك، أنت مطالب أن تقيم الدين في حياتك، وأن تقيم الدين في بيتك، وأن تقيم الدين في عملك، وأن تقيم الدين في جيرانك، وأن تقيم الدين بين أصحابك. أنت مطالب بإقامة الدين. لو كل واحد فينا عمل إقامة الدين بهذه الكيفية سيقوم الدين في العالم كله كله. انتوا عارفين حكاية النملة؟ النملة عمرك تتخيل ان القرآن الكريم يتكلم عن نملة؟ نملة ايه ده؟ عارفين قصة سليمان لما كان ماشي والنمل طالع، وكان ربنا مدي لسليمان ايه؟ انه يسمع النمل. فالنمل قالت ايه؟ بتنادي النمل بتاعها، بتنادي القوم بتاعها، بتقول لهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ما وقفتش عند دي. القرآن جاب ذكرها لسببين. السبب الاولاني لانها كان عندها الخشية والخوف على قومها من الهلاك. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. تم هي كانت ممكن دخلت وسابتهم يولعوا برا، مش كده؟ ما كان ممكن دخلت وسابتهم يولعوا، لكن لا لا، لما خشت على قومها وخافت عليهم ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ خلد الله ذكرها في القرآن. السبب الثاني انها فعلت ذلك بعدل مطلق، فقالت وهم لا يشعرون، اي ان سليمان وجنوده لن يتعمدوا تحطيم النمل لأنهم لن يشعرون بكم. قال تعالى قالت نملة يا أيها، قالت نملة، شوفوا أبو، قالت نملة، قالت نملة. خلد الله ذكرها لماذا؟ لأنها خافت على قومها من الهلاك، لأنها كان عندها العدل المطلق. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يا سلام، أنت متخيل الموقف؟ أنت متخيل الموقف؟ شوف لو كل واحد فينا عنده شعور بهذه المسؤولية نحو الدين
ايه اللي هيحصل؟ نحو الاخرين ايه اللي هيحصل؟ هيجي الترابط ويجي التلاحم، وما يجيش الاختلاف لو عندك المسؤولية. فالمسؤولية القائمة الان على كل مسلم اقامة الدين في حياته وفي اهل بيته وفي جيرانه وفي عمله وفي شارعه وفي طريقه وفي سفره وفي حضره وفي كل مكان يقيم الدين. المسؤولية القائمة على العرب جميعا ماذا؟ اقامة الدين، اقامة الدين في بلادهم. ولكن كيف يقام الدين في بلادنا؟ ازاي؟ ازاي يعني نبقى دولة دينية؟ لا لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها عندنا في الاسلام دولة دينية. ازاي؟ ازاي ما فيش حاجة اسمها دولة دينية لكن في حاجة اسمها دولة اسلامية؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ الدولة الاسلامية دولة تحكم بالشريعة، الشريعة فيها شريعة إلهية سماوية لا دخل للبشر فيها، وهذه الشريعة تطبق في الدولة الإسلامية على الحاكم والمحكوم، ولا تفرق بين كبير وصغير، بل لكل واحد حق ومكانة. أضرب لكم بقى الأمثلة من أول مؤسس الدولة الإسلامية وواضع بذورها، وأول ما بدأ بمجيء الإسلام رسول الإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما جه وجاب الشريعة والمنهج اللي بيحدده قال لهم الكلام ده مش من عندي، إنما ده إيه؟ وحي من الله جاي من السماء، انا ماليش في حاجة، فكلنا هنطبق. طب كلنا هنطبق، جات الاوامر من السماء، اعمل كذا حاضر، اعمل كذا حاضر، اعمل كذا حاضر. طب ساعات النبي عليه الصلاة والسلام عمل حاجات من تلقاء نفسه، فلما عمل هذه الاشياء من تلقاء نفسه وكانت صوابا، لكن كان هناك امر اخر اصوب منه. تتخيل انت ربنا ساب له الحل كده؟ لا، مع انه النبي، اضرب لكم المثل، في اسرى بدر قاعد كده في غزوة بدر اثر الناس، قاعد كده مع عمر وابو بكر قال لهم ايه رأيكم؟ فقال عمر يا رسول الله نقتلهم لانهم شردوا ابناءنا وبناتنا واخرجونا من ديارنا وعذبونا وظلمونا وفعلوا فينا ما فعلوا، فلو انك يا رسول الله قتلتهم هذا رأيي. سيدنا ابو بكر قال له يا رسول الله هم اهلك ولعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. سيبهم، يمكن حد يطلع يقول لا اله الا الله. رأي أبو بكر كان صوابا ورأي عمر كان أصوب منه، والصواب في رأي أبي بكر أنك تسمع الآن حديثا منقولا عن عكرمة، فتقول عكرمة رضي الله عنه ابن أبو جهل لعنه الله. أدي كلام أبو بكر، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأدي كلام سيدنا عمر قال له لا قتلهم. وبعد كده ايه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام مال لرأي ابي بكر، وكان الرأي الاصوب مع عمر، فانزل الله القرآن معاتبا لنبيه ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. شفت؟ كان ممكن النبي ما يقولش الاية دي، وكان ممكن ما يجيش التصويب، لكن التصويب اللي جه للنبي ده جه عشان يعلمنا ايه؟ ان الشريعة يحكم بها اعلى رأس وادنى رأس، فيش حد كبير. اللي هم بيقولوها الجماعة التانيين بيقولوا عليه القانون، نعمل قانون، والقانون ده يحاسب الجميع اللي فوق واللي تحت،
مش ده الكلام؟ طب احنا بقى عايزين القانون ده يبقى شريعة. ليه؟ لأن الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، أما القانون الوضعي الذي هو من وضع البشر قد يصلح لزمان دون زمان. فلو رجعنا 100 سنة لورا كان في حاجة اسمها رادار للعربيات؟ ما كانش في رادار. كانت في طرق ممهدة بين المحافظات؟ ما كانش في طرق ممهدة. طب لو جه واحد من 100 سنة وحط قانون وقال لك ان من تجاوز السرعة المقررة وخلاها 110 هيدفع غرامة 150 جنيه، كان هيقول عليه ايه؟ مجنون. ليه؟ لان لا في رادار ولا في طرق سريعة ولا في عربيات تجري المسافة دي كلها، مش هينفع. يبقى خلاص ما يناسبش. لكن قانون السماء قانون يشمل الماضي والحاضر والمستقبل ويصلح لكل زمان ومكان، قانون السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خد رأيهم، طب ليه القرآن منزلش قبل ما النبي ياخد القرار؟ لأن الله عز وجل أراد أن يعلم الأمة، أراد أن يعلم الأمة قيمة الشورى. النبي تشاور، ولما تشاور معهم ربنا قال له طب لبركة الشورى أنا حسيبك تقول رأيك. وفي الآخر خلي بالكم، لو حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما وهناك ما هو أصوب من سيصوب له. مثال تاني، النبي كده في مرة حصلت مشكلة بينه وبين زوجاته، فقال ايه؟ أنا حرمت العسل على نفس مش أكل. طيب لو واحد كده بينه وبين نفسه قال انا مش واكل العسل ده خالص في حياتي، فيها مشكلة؟ فيهاش مشكلة. ما تاكلش يا سيدي، مانيش واكل العدس في حياتي، ماشي يا سيدي ما تاكلش، انت حر ما فيش مشاكل. انما لما تقول انا حرمت على نفسي، قال له لا اقف بقى هنا، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ شوف الكلام، تبتغي مرضات زوجاتك؟ تبتغي مرضات ازواجك يعني؟ انت عايز ترضي زوجاتك يعني؟ خد بالك من الكلام. فالقرآن يعمل ايه؟ يصوب. يصوب لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي الدولة الاسلامية، ادي الدولة الاسلامية، مش لا كبير ولا صغير، كله سواسية. واحد جه للنبي مرة وقال له يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر فأنت تكفر عنك خطاياك. فبعد شوية كده سكت وقال أين السائل؟ مين رجل كمسك؟ قال أنا يا رسول الله. قال له إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنك خطاياك إلا الدين أخبرني بها جبريل. شوف التصحيح، شوف التصويب. سيدنا أبو بكر أول ما تولى الخلافة قال لهم إيه؟ إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت الله فيكم فأعينوني وإن عصيت الله فيكم فلا طاعة لي عليكم. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر وقف على المنبر كده وراح قال إيه؟ إيه حكاية المهور دي اللي الناس عمالة تتكلم فيها؟ إحنا هنحدد المهور وهنخلي المهر 25 دينار فقط مش هيزيد. فقامت امرأة وقالت وما تقول يا أمير المؤمنين في قول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال سيدنا عمر قال ايه؟ اصابت امرأة وايه؟ اخطا عمر. نصوص عدالة، عدالة مطلقة. ابو موسى الاشعري لما كان اميرا على الجيوش وبعدين جه واحد من الجنود قال له انا اغتنمت غنيمة، قال له لا يا حبيبي الغنيمة دي تترد على مال المسلمين عشان ياخد منها الجيش كله مش انت لوحدك. قال له لا ما ينفعش، ده انا اغتنمتها لوحدي
وانا اللي حاربت لوحدي، وانا اللي جيت في الجبهه دي لوحدي، وكنت ممكن اموت، وانا اللي يعني فضلت اتابع لغايه لما خدت الحاجات دي، وبعدين تقول لي ادي الجنود كلهم. فابو موسى الاشعري راح جايبه وراح شال من على راسه الحمامه وراح ضربه على راسه قدام الناس. فالراجل قال لي ارفع عنا امرك الى امير المؤمنين. فراح لسيدنا عمر قال له ابو موسى الاشعري عمل فيا كذا وكذا وكذا، ايه رايك؟ قال له طيب. فكتب له رساله كده: ان كنت فعلت ذلك بينك وبينه فمكنه منك يخلع عمامتك ويضربك على راسك يقتص، وان كنت فعلت ذلك بين الناس جميعا فلتفعل ذلك امام الناس جميعا، ولكن ليشهد على كلامه رجلين عدلين، فاذا اشهد فمكنه منك. فراح الرجل دخل الجامع كده قال لهم: مين فيكم اللي شاف ابو موسى الاشعري وهو بيضربني على راسي؟ فكلهم قالوا: اح اح اح. قال له: انت تعال. فجي قدام ابو موسى الاشعري قال له: خد اقرا الجواب. في ايه الجواب؟ في كذا وكذا 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 وكذا. طب خلاص تعال. فامير الجيوش او قائد الجيوش قال له: طب ما تعفو عن الامير وحديك قد كده وقد كده وقد كده. قال له: لن اعفو ولو ملأتم لي هذا المسجد مالا، انا مش هعفو. فجي سيدنا ابو موسى الاشعري وراح جاب الكرسي وقعد في وسط الناس وقال له: افعل اقتص. ده قائد عام الجيوش تحت منه، ده امير الجيوش تحت منه قائد عام الجيوش، يعني ده على حاجه. فالراجل بص لابو موسى الاشعري كده قال له جمله جامده قوي، قال له: يا هذا، أيمنعك سلطانك مني؟ سلطانك وهبتك ومكانتك تمنعك مني ان انا اخد حقي دلوقتي؟ قال له ابو موسى: لا لا. فقال له: عفوت عنك. عفوت، مش عايز حاجة، ما دام سلطانك مش يمنعك مني، ما دام القانون بيطبق عليا وعليك انا راضي، انا راضي، لكن القانون بيطبق عليا انا وانت لا، خلاص انا مش راضي. ايه رايك؟ بيطبق على ناس وناس لا، انا مش راضي، انما شوف الشريعه بتعمل ايه. وهكذا اذا مسؤوليتنا جميعا اقامه الدين في حياتنا، في بيوتنا، في طرقاتنا، في عملنا، في سفرنا، في حضرنا، بين انفسنا نقيم الدين. هذه واحده. الأمر الثاني، الأمر الثاني أننا نحاول جميعا أن نقيم شرع الله عز وجل بيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونجتهد تمام الاجتهاد في أن تكون دولتنا وكل دول العالم الإسلامي أن تكون دولا إسلامية. أمال إيه الدولة الدينية؟ الدولة الدينية دي اتعملت في القرون الوسطى في أوروبا، وجابوا البابا عملوها النصارى، وجابوا البابا والبابا قالوا ده نائب عن الإله لا يخطئ أبدا ولا يسأل ولا يعارض، هي دي الدولة الدينية. حتى ان في واحد اخترع اختراع منظار كده ولا ميكروسكوب اللي هو اسمه جاليليو، لو فاكرينه كنا بناخده زمان في العلوم ايام ما كان في بركة في التعليم، زمان كان في بركة وكان المدرسين بيدرسوا ببلاش، كان مدرس بيقف في الفصل حصة ساعة ولا ساعة الا ربع يشرح المادة ويفضل ينتحر عشان يوصلها للطالب، كان في بركة، كان في بركة زمان، كان في أدب وعلم. أهو جاليليو ده لما عمل الميكروسكوب ده اللي بيعمله واتعرض على البابا، فالبابا قال لهم: ده بيعمل ايه الميكروسكوب ده؟ قالوا له: بيكبر الحاجات الصغيره عشان الناس تشوفها. قال لهم: لا، هذا تغيير لخلق الله، اقتلوه. فقتلوه. ايه رايك بقى؟ شفت؟ دي اسمها دوله دينيه.
اللي بيتكلم فيها بيتكلم فيها ايه؟ ملوش مرجعية. واللي بيتكلم فيها بياخد فيها القرار البابا اعلى حاجة، ومحدش يعرضه ابدا، ومفيش معارضات، وكل كلام بيقوله صح، واي كلام بيقوله خلاص نزل من السماء. يا سلام، وهو ما بيغلطش. دي اسمها دولة دينية؟ لا، احنا مش عايزين دي. احنا عايزين الدولة الاسلامية التي تحكم بشرع الله عز وجل الذي انزله الله عز وجل على نبيه. طب احنا عايزين نعمل دي، نعملها ازاي؟ كل واحد فينا يبدأ بنفسه ونبدأ النهاردة. اوعى تكونوا فاكرين يعني هنطبق الكلام ده خلاص اول ما يبدأ برلمان جديد ولا بتاع فخلاص هيروح من الزخلنة خلاص الشريعة الاسلامية ويعملوا. لا 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 لا، احنا لسه ما تربناش، ما تربناش على الشريعة. ده انت لو تأملت آيات القرآن تلاقي ربنا يقول ايه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وايه ويزكيهم وبعدين يعلمهم. تزكية الأول. أربع مواضع في القرآن ثلاثة منهم يقول ويزكيهم ويعلمهم، إلا موضع واحد بتاع دعوة سيدنا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم. موضع واحد بس وثلاث مواضع يقول إيه؟ يزكيهم ويعلمهم، يزكيهم ويعلمهم، يزكيهم ويعلمهم. إحنا محتاجين التزكية، محتاجين التربية، محتاجين نتعلم أدب الاختلاف، محتاجين نتربى صح، محتاجين ما يأذيش بعضنا بعض. قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحق هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. طب لو شتمت انت واحد ولا ضربت واحد يبقى انت مسلم؟ رد انت بقى. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى انت لو سبيت مسلم يبقى انت مسلم؟ رد انت بقى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه، من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. انت بتعمل كده؟ انت اخو المسلم؟ انت ما بتظلمش اخوك المسلم؟ انت ما بتسلموش للعدو؟ انت تمشي في حاجة اخيك المسلم؟ انت تستر اخيك المسلم؟ انت تفرج كرباته؟ لا، يبقى انت ايه؟ ركز. قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تغفر الله في ذمته. انت ما بتخنش اخوك المسلم؟ ما بتخدعش اخوك المسلم؟ بتخدعه؟ يبقى انت ايه؟ فين الادب؟ فين التزكية؟ فين التربية؟ حديث المسلم من سلم المسلمون في صحيح البخاري من حديث ابن عمرو، حديث سباب المسلم فسوق في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، حديث المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه في صحيح البخاري من حديث سيدنا عبد الله بن عمر، حديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا في صحيح البخاري من حديث انس، كلها في الصحيحين. ما جبناش حاجة من بره. حط الاربع حديث قدامك كده وشوف انت بتعملهم ولا بتعملهمش. فنحن اذا اردنا ان نقيم دولة اسلامية فلا بد ان نتربى اولا بتربية الاسلام عشان نقدر نجيبه. دي مسؤولية، دي مسؤولية ان انت تعمل دولة اسلامية، لان لو اتقلبت وتغيرت وجي شرع غير شرع الله مش هيريحنا. وخصوصا احنا بقى المصريين بالذات ما ينفعش معانا الا الدين، والناس عندها نزعة دينية يبقى ما بيصليش ما بيصومش ما بيزكيش ما بيحجش، بس عند شرع ربنا كده وما يقدرش ما يقدرش يتجاوز. لكن الناس اللي اتجاوزوا زمان دول تجاوزوا لانهم ابناء القردة والخنازير، السلالات بتاعتهم جايبة من ابناء القردة والخنازير. امال اتجوزوا ازاي كده في الدين وفي الشرع واباحوا نفسهم كل ده ازاي؟ فخلي بالك، نحن شعب لا يمكنه ان يعيش الا بالدين، وانت مسؤول امام الله عز وجل مسؤولية كاملة عن اقامة الدين في حياتك.
والعرب جميعا في جملة واحدة مسؤولون عن إقامة الدين إقامة كاملة في بلادهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبي الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أيها المسلمون، هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا تحتاج منا إلى أن نكثر من الاستغفار ومن الذكر ومن الدعاء ومن قيام الليل ومن سؤال الله عز وجل أن يوفق الإسلام وأهله وأن يوفق هذه الدولة إلى أن تقام وأن تحكم بشرع الله عز وجل. لابد من ذلك، لابد من هذا الأمر. وأنا هقول لك على جملة وأنت تفهم دلوقتي. لو واحد جالك أنا مش عايز الشرع، ليه؟ قالوا عشان خاطر الحدود. مالها الحدود؟ مزعلك في ايه؟ قالوا اصل اللي بيسرق ايده بتتقطع. قالوا طب وانت زعلان ليه؟ اي واحد بيناقش في الحته دي يبقى حرام. حرام بيسرق، امال هو بيدافع ليه؟ انت راجل شريف ومحترم ومش حرامي، فرقه معاك ايه اللي يسرق؟ يقطعه ايده ولا رجله ولا حاجه؟ ما يقطع. انا بسرق؟ لا خلاص، اللي يسرق يقطع ايده. مش كده؟ مش كده؟ الزنا لو مش متجوز يتجلد، لو متجوز يترجم ونخلص منه. انت زعلان من دي ليه؟ اصل حقوق الانسان، حقوق الانسان ايه؟ انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ ايه اللي زعلك؟ انت بتزني؟ ايه بتعمل كده انت؟ اه تستاهل. فاللي بيدافع ده لما تقعد تفرج على التلفزيون كده وتلاقي واحد عمال يدافع، بيدافع عن ايه؟ بيدافع عن الباطل. ليه؟ لانه يعيش في الباطل. فانت هتتخلص من باطل حرامي تجيب باطل فاسق؟ ايه اللي انت عملته؟ ما هو ده باطل وده باطل. فايه الموضوع؟ ايه المطلوب بقى؟ المطلوب التكاتف والتلاحم. المطلوب مننا ان تكون يد واحدة. المطلوب مننا عدم الاختلاف في الرأي. المطلوب مننا ان يحترم بعضنا بعضا. المطلوب مننا ان احنا نتحرك تحت راية، وهذه الراية تكون راية يرضاها الله عز وجل. هو ده المطلوب منك انك انت تعمله. وانت فكر بقى براحتك، وخلي بالك، خلي بالك من المثل اللي هقوله واختم بيه. خلي بالك، خلي بالك، لربما يكون انا زمان قلت المثل ده من حوالي شهرين ثلاثة، لما كل ما حد يظهر يقول لك الا ده شويه يقول لك ده وحش، الا ده شويه يقول لك ده وحش، ايه الا؟ قلت لهم لا، الاثنين كدابين، اللي بيقولوا حلو كداب واللي بيقولوا وحش كداب. ليه؟ زي المثل اللي هضربه لكم. واحد ساكن في بلد فقير ما معهوش فلوس، فقال والله لا اروح الدول بلد الفلانيه واشتغل واوكل عيالي ومراتي. فراح كده لقى واحد راكب عربيه جيب كده حلوه محترمه فخمه قوي، فقال له بقول لك يا باش مهندس. قال عم الحاج، قال له نعم. قال والله انا بدور على شغلانة هنا، ما تلاقيش حد يشغلني عشان عندي ست بنات وامهم. قال له تعال تعال يا حبيبي اركب، ده انا بدور عليك، ده انا اللي بيشتغل معايا بيسعد وبيجيب اموال وعقارات وايه حاجة تاني. قال له ماشي. شوية كده قال له بس انزل اقف خمس دقايق على منزل اجيب لك الاجندة من تحت من البيت. وهو واقف كده عدى واحد تاني، قال له واقف لي كده يا فلان، يا فلان راجل انت واقف لي كده. قال له والله انا مستني عم الحاج فلان هشتغل معاه. قال له يوه انت بتشتغل معاه؟ قال له يوه ده اللي بيشتغل معاه بينتحر وبيموت. شويه كده وطلع قال له اتفضل اركب. قال له بقول لك ايه، ده واحد عدى عليا وقال لي اللي بيشتغل معاك بينتحر وانا خايف. قال له بص انا هسيبك 10 دقايق وانزل تحت السوبر ماركت اجيب ميه وبيبس وعصاير وحاجات وبسكوتات. والله يا سيدي عايز تشتغل معايا اشتغل، هسيبك 10 دقايق تفكر. نزل يجيب الحاجات الراجل، راجل الاعمال. عدى واحد تاني قال له توقف لي كده. قال له والله مستني الحاج فلان بيجيب بيبس وميه وبتاع هشتغل. قال له تشتغل معاه؟ قال له يا بختك يا سعدك، ده انت لما تشتغل معاه ده اللي بيشتغل معاه بيسعد وربنا بيكرمه. قام الراجل طلع كده من السوبر ماركت بص له قال له مالك كده متحير؟ قال له الاولاني قال لي اللي بيشتغل معاك بينتحر، والتاني قال لي اللي بيشتغل معاك بيسعد وانا محتار. قام رد عليه رد، هو ده الرد اللي الرد بيه على الدنيا كلها. قال له أما من قال لك أن من يعمل معي ينتحر فقد كذبك. طبعا انت هتقول ايه غير كده؟ قال وأما من قال لك أن من يعمل معي يسعد فقد كذبك. أمر كريم. قال له اللي قال لك هتشتغل معي تنتحر كذاب، واللي قال لك هتشتغل معي تسعد كذاب. قال له مال ايه؟
قال له يا هذا اصدق الله يصدق، اصدق الله يصدقك. خليك صادق مع مين؟ مع ربنا، مالكش دعوه بالناس. اهو اللي بيقول لك ده حلو كذاب، واللي بيقول لك ده وحش كذاب. امال مين الصادق؟ من كان صادقا مع الله. واللي صادق مع الله ما بيدورش على جاه ولا سلطان ولا رئاسة ولا زعامة ولا اي حاجة. فاحنا عايزين نتكاتف ونتلاحم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العفو والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل مصر بلدا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم ول امورنا خيارنا، اللهم ول امورنا خيارنا، اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا، ولا تول امورنا شرارنا، ولا تول امورنا شرارنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار. واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.